أختي. احذري 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 أيتها المسلمة، وبالغي في الحذر، واجعلي أخص طباعك الحذر وحده. احذري 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 التمدن الذي اخترع لقتل لقب الزوجة المقدس. احذري احذري ليكون لقب آخر احذري عشيقة أو صديقة. احذري التمدن الذي اخترع لقتل لقب عذراء احذري إلى لقب نصف عذراء مجربة. احذري 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 التمدن الذي انتهى إلى اختراع السرعة في الحب، فاكتفى الرجل بزوجة ساعة. احذري احذري من التمدن الذي أدى إلى اختراع استقلال المرأة، وأنا أسميه استغلال المرأة. أيتها المسلمة، احذري تهوس الغربيين في طلب المساواة بالرجل. لقد ساوته بالذهاب إلى الحلاق، ولكن الحلاق لم يجد في وجهها لحية. أختاه احذري احذري واسمعي مني هذه الجملة: ليس لامرأة فاضلة إلا رجلها الواحد، فالرجال جميعا مصائبها إلا واحدا. فالرجال جميعا فتنة. احذري 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 إلا واحدا. الرجال جميعا مصيبة. إلا واحدا هو زوجها. وإذا هي خالطت الرجال فالطبيعي أن تخالط شهوات. أختاه احذري فيجب أن تحذر وتبالغ في الحذر. احذري